رضاك يا رب خير لنا من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فدا أقصى أمانيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good morning everyone. Welcome to my channel World بهيجة. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم بهيجة. السؤال المطروح اليوم: كيف نتلذذ حلاوة الإيمان؟ كيف نشعر بحلاوة الإيمان؟ والجواب إليكم مفصلة. تتبعوا معي هذا الفيديو، لا يفوتكم، جد مهم. أحبتي الكرام، مع طلوع الشمس أو غروبها تزداد شكوى الكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من غياب اللذة الروحية المفترضة أثناء أداء العبادات، من فقدان طعم الحلاوة، حلاوة الإيمان والطاعة في القلب، ومن تحول هذه العبادة إلى مجرد عادة أو حركات يؤديها المسلم دون تفاعل أو خشوع، يقضي إلى الشعور بلذتها أو تذوق طعم حلاوتها. إننا كلنا نشتكي من فقدان لذة وحلاوة الإيمان، فكيف نتذوق حلاوة الإيمان؟ وما هي الطرق التي يجب أن نتبعها لنشعر بهذه اللذة العظيمة؟ وما أعظمها من لذة؟ إن للإيمان بالله سبحانه وتعالى حلاوة ولذة عظيمة لا تعدل أي نوع آخر من اللذات، وقد جاء بيان كيفية استشعار هذه اللذة والحلاوة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه هي الخطوات التي توصلنا للإحساس بلذة حلاوة الإيمان، وهذا هو الحل لفتح قلوبنا للإيمان والتقوى والخير والسعادة. إن قلوبنا كالشجرة، تحتاج بأن نسقيها بالإيمان كي تورق وتزهر، فيتعمق هذا الإيمان في الصدر وتمتد جذوره، فتنعكس على قلوب المؤمنين. ومن ضاق طعم الإيمان فإنه يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. هكذا رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خطوات لكي نحس بحقيقة حلاوة الإيمان ونتلذذ بهذه اللذة التي لا مثيل لها: أن نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء، حتى من أولادنا، وحتى من أهلنا، وحتى من أزواجنا، وحتى من ذوينا، حتى من أنفسنا. أن يكون حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول، وأن يكون كل شيء نقوم به من أجل حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكد علينا أن نبتعد عن لذات الدنيا وشهواتها، وعن حب هذه الدنيا الزائفة، ونطلب بدلا من ذلك
محبة الله ومحبة أهلي ومحبة المؤمنين ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعلو على هذه المحبة أي محبة، لا في المال ولا في الأولاد، فكلاهما زينة الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فها أنتم ترون يا أحبتي أن الله عز وجل أعطانا مفتاح حلاوة الإيمان بأن نحبه ونحب رسوله أكثر من كل شيء. فهل تساءلتم يوما؟ هل تساءلتم يوما بأنكم هل تحبون الله ورسوله وتقدمونه على كل شيء؟ أم أنكم صراحة تحبون الولد والمال الزائل والدنيا وتقدمون كل أغراض الدنيا منذ الصباح على أغراض الآخرة الدائمة؟ أيضا يقول الله عز وجل في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط الثاني لكي تذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان أن تحب الناس وأن تحبهم في سبيل الله ومن أجل الله، وليس من أجل مصالح دنيوية ولا أغراض دنيوية. يحكى أن صحابيا جليلا قطع مسافة كثيرة وسافر من أجل زيارة أخيه في الله، فأرسل الله له ملكا في صورة إنسان فقال له: إلى أين يا أخي؟ قال: ذاهب لأزور أخي في الله. قال له: هل لك فيه مصلحة أو هدف؟ قال: لا، فقط أحبه في الله وأريد أن أزوره. قال له: إني ملك أرسلني الله إليك لأبشرك بالجنة. سبحان الله. فهل تساءلنا كم واحد منا يحب الآخر فقط لله ومن أجل الله، وليس من أجل أغراض دنيوية زائلة؟ كم منا؟ لا شك أن هناك القليل. الحقيقة المرة أن الكثير يحبك فقط من أجل مصلحته، وبمجرد أن تنتهي المصلحة تنتهي العلاقة. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وكي تذوق طعم الإيمان عليك أن تتبع الخطوة الثالثة، وهي أن تكره العودة في الكفر بعد أن أنقذك الله ومن عليك بنعمة الإسلام والإيمان، كما تكره أن تقذف في النار. فتبادر يا أخي وتبادر يا أختي بالطاعات والتقربات إلى الله والابتعاد عن حياة الشرك والمشركين. ومن الأمور التي تحل الإيمان في الصدر أيضا الابتعاد عن ذكر عيوب الناس وذكر فقط محاسنهم والتماس العذر لهم عند وقوع الخطأ، وعدم الحقد والحسد بما أنعم الله على الآخرين، والدعاء لهم في ظهر الغيب والمبادرة بالتحية والسلام والسؤال عن أحوالهم وعيادة المريض وتهنئة الناس في المسرات والأفراح ونصرتهم عند وقوع الظلم والوقوف إلى جانبهم في السراء والضراء. فتحلو حياة العبد المؤمن المسلم فيكون خلوقا طائعا عابدا طاهرا نقيا، ويفوز برضا الله ورسوله، وتغرس بذرة حلاوة الإيمان في قلبه. أحبائي الكرام، إذا أطعنا الله استحل النور بقلوبنا وصارت هذه القلوب جنات، ومشينا مطمئنين في كنف الله وفي رضا الله.
فترتاح نفوسنا وتطمئن ضمائرنا ونعيش في سعادة وهناء ولذة الإيمان، لذة ليس بعدها أي لذة. فعلينا إذن أن نسعى إلى حب الله وحب رسوله أولا، ثم حب الناس، لا لشيء إلا في سبيل الله، وأن نحب الخير للكل، وأن نسعى لإرضاء الله عز وجل للعودة إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، فزيادة الإيمان وزيادة الإحساس بحلاوة الطاعة وحلاوة التقرب إلى الله عز وجل وحبه ورضاه تكمن في قراءة كتابه العزيز، في تلاوة آياته المحكمات. الله، ما أجمل تلك اللحظات، وأنت يا أخي المسلم وأنت يا أختي المسلمة تتصفحين كتاب الله عز وجل وتقرئين آياته وأخباره عن الأنبياء والرسل الذين سبقونا والحكم والمواعظ التي وجهها الله لنا. إن هذا القرآن الكريم نور وضياء للقلوب والأبصار، إنه سبيل زيادة الإيمان، كيف لا، وكل كلمة فيه معجزة من الله عز وجل، وكل حرف فيه معجزة من الله عز وجل. كلما قرأناه، كلما تأكدنا أكثر وأكثر أنه الحق وأنه من رب عظيم قوي جليل رحمن رحيم يتميز بكل هذه الصفات، صفات الألوهية، يتميز بأسمائه الحسنى التي نعلم والتي لا نعلم. كلما قرأنا هذا الكتاب إلا وتأكدنا أن كل ما فيه حق وأن إيماننا أكيد سيزيد بإذن الله، فنكون مؤمنين حق الإيمان بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نكون مؤمنين به وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، هذا اليوم الذي سنعود فيه إلى رب العالمين، هذا اليوم الذي لا ريب فيه عائدون إليك يا الله. فكيف سنلقاك يا الله في هذا اليوم؟ اللهم يا رب ثقل موازيننا ويمن كتابنا واجعل هذا اليوم خير يوم نلقاك فيه. اللهم لا تحرمنا من مغفرتك ومن توبتك، اللهم لا تخزنا في ذلك اليوم، اللهم اجعله خير لقاء. يا رب يا رب فرحنا برضاك في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا نتلذذ حلاوة الإيمان في هذه الدنيا ونتلذذ حلاوة لقائك يا رب، والنظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال يا ذا الإكرام يا مالك الملك يا سيد الخلائق. لا تحرمنا من رضاك، لا تحرمنا من لقائك، وأنت فرح بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نتلذذ بالنظر إلى وجهك الكريم الدائم
يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم جدد إيماننا بلا إله إلا الله، اللهم ثقل إيماننا بلا إله إلا الله، وبتلاوة القرآن وبالذكر وبالشكر وبالتسبيح، وبأن تكون أنت أولا حبنا في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون حبنا لك يا الله وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء. اللهم اجعلنا نحب المرء لا نحبه إلا لوجهك الكريم في سبيلك ولوجهك، لا نريد لا مصلحة ولا جزاء ولا شكور إلا رضاك يا رب. اللهم ثبتنا على الإيمان، ونعوذ بك أن نعود إلى الكفر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم صل على النبي الهاشمي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تليق بمقامه الكريم. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقدم إليكم هذا الفيديو من طرف عالم بهيجة دين ودنيا، أتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. هدفنا النفع في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب انفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبكم جميعا في الله.